السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة موقع عرفت نت كوم. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن حاجة ممكن تفصلك من الشغل لو انت عملتها، بس مالناش دعوة. قشطة. احنا هنقولك ازاي تعمل اوتو ريبلاي على رسايلك او على ايميلاتك عن طريق اوتلوك، ابلكيشن اوتلوك طبعا. فانت هتيجي على ابلكيشن اوتلوك، تفتحه، تختار، يعني انت في الانبوكس بتاعك هتختار نيو ايميل، استنى شويه ما يفتح، هتفكك من التو، فكك من السي سي، هتكتب السبجكت على طول اي حاجه وتكتب ايميل هنا، وبعد كده تختار فايل سيف از وتختار اوتلوك تمبليت. ماشي. انا اوريدي حفظت نسخه من جاهزه للاوتو ريبلاي عشان طبعا اللي انت بتكتبه ده الرساله اللي هتظهر للناس تقول لهم انت بتعمل ايه، انت مشغول في ايه. تمام. هتختار فايل، تختار rules and alerts، اضغط على new rule، اختار apply rule on a message I receive next from specific people or public group، وتختار هنا ال people or public group دولت، هتقول مين ال people or public group دولت، هيديك كام error كده معينة منهم، تكتب هنا ال email اللي انت عاوزه ما يترد عليه رد تلقائي، هتكتب ال email هنا وتضغط اوكي. بعد ما تكتب ايميل هتضغط نيكست. ماشي. وتدور على اختيار ان انت ترد بتمبليت محفوظ قبل كده، ترد عليه بتمبليت محفوظ قبل كده اللي هو انت اوريدي مختاره، وهي reply using a specific template، تختار a specific template. ماشي. تختار من هنا use templates in file system browse، تروح للمكان اللي انت حفظت فيه التمبليت، انا حافظه على الديسك توب اهو، ده التمبلت بتاعي. اوبن نيكست. ماشي. دي بقى كده انت ظبطت رد تلقائي. انت ممكن تضيف اكسبشنز، مثلا لو انت ضايف جروب تقول لا ده انا عندي من الجروب ده فلان الفلاني ما ينفعش الايميل ده يوصل له، فخلاص ده هنضيفه كاكسبشن، بس تختار انك اكسبتد فروم مش عارف ايه، وتضيف الايميلات اللي انت مش عاوزها، او لو في كلمات معينة في المتلقي او المستلم، وهكذا. تضغط نيكست. فينش. وكده لم وتضغط اوكي. كده لما الايميل اللي انا اخترته ده يبعت لي اي ايميل، هيتم الرد عليه تلقائيا بهذه التمبليت اللي انا عملتها. وبس دي كانت كل حاجة احنا عاوزين نقولها في الفيديو ده. طبعا خلي بالك وانت بتعمل الحركه ديت عشان ما تبعتش لمديرك اي ايميل مش تمام، احنا بنقول لك اهو من دلوقتي احنا عاوزين مصلحتك. الموضوع ده هيفيدك جدا لو انت مش عاوز ترد على كل الايميلات اللي بتجي لك، او انت مثلا في ايميلات شغل كتير جدا بتجي لك وانت كده كده هتشيك عليها كل يوم، فاللي هو خلاص يا جماعه خدوا الاوتو ريبلاي ده، ما انا ابص على الايميلات يعني ما تقرفوناش احنا مصدعين. وبس دي كانت كل حاجه احنا عاوزين نقولها في الفيديو ده. هنشوفكم في فيديو تاني قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.